اهلا بيكم، معاكم علاء من تيم راب سين ومعنا فيديو اخبار جديد. قبل ما نبدا كان في تراك معلق معايا اخر فتره، وانا شايف ان التراك دوت ما خدش حقه ابدا من ناحيه الفيوز، فخلينا نروح نسمع جزء من تراك براويز لابو زيد ونرجع تاني. لو بحلني ما بحلنيش، مش رايق مش عايز كومبلاين، خايفه مش محتاج فناجين، وخايفه بكره الكيف، خفيفه القلب زي الدلافين، اقوى ذاكره مع ذلك اسالك مش فاكر، فحاول تعرفني تاني بيه، عامل مشامه من صوت الدي جي، وهو كله ماشي مش فارق فين، بل ما في دماغك لما المفاهيم اولى من الباقي، ولو خدت جرامي كل لسه في مكاني ومش عايش عليك، مصل اللي باقي مش محسوب بسن، اعداء يبقى صوت سن. وده كان تراك براويز، هتلاقوا اللينك في اول كومنت مثبت تحت. ودلوقتي خلونا نستكمل احداث اعتزال مروان بابلو وردود فعل الرابرز على الاعتزال. ابي يوسف نزل بوست على انستجرام وكتب فيه مش هتلاقوا له دوبلير، مع هاشتاج هو البونس باك وهاشتاج ملهوش مثيل. امير نشأت نزل هاشتاج سبورت مروان بابلو على الستوري، واتسأل عن رأيه في الحوار وقال ان بابلو مجتهد جدا وكان سبب في انتشار الراب في مصر، وقال ان هو كمان كان سبب في انتشار الراب المصري بره، وقال بغض النظر عن حب الناس او كرههم ليه فهو الانجح حاليا ويستاهل مكانته، وان غياب مروان بابلو هيرجع السين ورا. كمان دراجون هيل رد على موضوع بابلو وقال انه ما يعرفش الموضوع سببه ايه، بس اللي متاكد منه انه مش هيبطل راب. وكان في حد ساله وقال له انت عايز مروان بابلو يعتزل، ودراجون هيل قال لا طبعا لانه حرك المجال، وده في حد ذاته نجاح سواء اللي بيعمله على ذوقي او لا، وان ده ما يخلينيش اتمناه يعتزل. وكان حد ساله ايه رايك على الاعتزال وقال ان هو مش هيعتزل. كمان ديزي نزل ستوري كتب فيها سبورت مروان بابلو. كريم رش كمان نزل صورة مع مروان بابلو في الستوري وكتب لمروان انك مش هتوقف. وليجسي نزل ستوري على الانستجرام ورد على الموضوع وقال ان مروان ساهم في انتشار المزيكا ديت في مصر، وان دوت شيء محدش يقدر ينكره، وغياب مروان بابلو هيسيب اثر طبعا، وان اي فنان ممكن يتعرض لهجوم او ضغوط صعبة تخليه يعمل حاجة زي كده، وانه بيتمنى انها تكون فترة وتعدي ومروان يرجع تاني. واخر تعليق معانا في موضوع اعتزال بابلو كان من فانديتا اللي نزل الصوره على الانستجرام، يقول فيها انه من كام يوم نفس اليوم اللي مروان اعلن فيه الاعتزال كان قاعد في كافيه في جاردن سيتي، وكان فيه شله رجاله معاهم واحده ست وكلهم في سن بين 35 ل 40 سنه، وقال ان هو سمع حد فيهم بيقول الحقوا مروان هيبطل راب، وان صاحبه قال له الحمد لله، وان كان وقتها كان فانديتا عايز يقوم على الاقل يكسف اللي قال كده وسط اصحابه، بس لما فكر في الموضوع لقى ان هما نفس الفئه اللي بتقول على اي حد بيسمع راب جاهل عشان يبان روشين، بس انت في ظهرك رابرز وفانز كتير، ودول اللي عارفين ده ما كان بيعمل مزيكته ازاي. وبعدها قال لمروان بابلو كمل عشان انت بقيت نجم غصب عن الكل. كمان كوردي علق على الموضوع في فيديو، خلينا نروح ليه ونرجع تاني. ما اعتقدش انه هيعتزل، يعني احنا عايشين في الراب سين ده بقالنا كتير قوي، ناس كتيره قوي قالت هنبطل وبتاع بيعملوا ضجة ودعاية وبعد كده بيرجعوا، انا ما اعرفش هو بيعمل كده ولا دماغه فيها ايه. واخيرا تراك عايز فين لمروان بابلو وصل 1,000,000 مشاهدة على يوتيوب، ودوت اول تراك اوديو يوصل لمليون مشاهدة لمروان بابلو. ودلوقتي نروح للموضوع التاني اللي معنا. مؤخرا صدر قرار من نقابة المهن الموسيقية في مصر بمنع الغناء لمطربي المهرجانات الشعبي، وتحديدا منع اقامة حفلات ليهم وهكذا. فكان في اعتراض من مولوتوف على تويتر وقال انه نفسه يقابل حلمي بكر او هاني شاكر في لقاء تلفزيوني. وكان في تعليق مؤيد لمنع المهرجانات ومولوتوف رد عليه وقال له ان ممكن اي حد يشوف حاجة انت بتحبها بالنسبة له ان هو يشوفها خرا برضو، ولو اتمنعت ان الموضوع دوت هيضايقك قوي، وان كل واحد حر في اللي بيسمعه، مفيش حاجة اسمها تمنع حد انه يعمل حاجة. كمان كوردي علق على الموضوع بفيديو، فخلينا نروح ليه ونرجع تاني. عليك يا عم هاني شاكر يا مولع الدنيا، انا عن نفسي بحب اسمع مهرجانات من وقت للتاني لما بحب هايس، بس مش كده يا جدعان، مش هو ده المقياس، يعني مش هو ده الفن المصري. كمان دراجون هيل علق على الموضوع وكتب بوست على الفيسبوك يتسأل فيه اذا كانت النقابة او اللي بيطبقوا القرار اللي صدر هيعرفوا يفرقوا بين المهرجانات والراب اللي فيه اوتو تيون ولا لا، وان ده هنعرفه مع بعض قريب. انا بالنسبه لي بصراحه شايف ان برضو القرار هيضر الراب نوعا ما، تراك مثلا زي الجميزه لمروان بابلو او تراك زي لقطه الويجز والمزيكا اللي بيعملها مولوتوف عامه اللي نقدر نقول عليها مسمى تراب شعبي مثلا، دي غالبا هيصنفوها ان هي تراكات شعبي، والتراب عامه يعني مهدد بالقرار دوت. فاكتبوا لنا انتم رايكم في الموضوع اذا مؤيدين للقرار او ضده برضو في الكومنتات.
وبس، دي كانت المواضيع اللي معانا النهاردة. ما تنساش تعمل لايك، اشترك في القناة، شير القناة لأي حد من صحابك مهتم بالراب سين، وشكرا ليكم.